للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، وينضم إلينا كذلك عبر سكايب من طبرق عبر زوم السيد فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي. أرحب بهما وأبدأ مع السيد فتحي المريمي، ما الذي تمثله هذه الخطوة؟ مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبضيفك الكريم وبالسادة والسيدات مشاهدي قناتكم المؤقرة. نعم، نحن مجلس النواب المدة القليلة الماضية قام بتعديل الإعلان الدستوري، ويعتبر هذا الإعلان الدستوري 13 في ليبيا. طبعا تعلق الأمر في تعديله حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، فيه مهام للرئيس، مهام لمجلس الأمة. سواء لمجلس الأمة طبعا ينقسم إلى غرفتين، غرفة لمجلس النواب وغرفة أخرى مجلس الشيوخ. كذلك في هذا الدستور تطرق إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب ومن المجلس الأعلى الاستشاري حول تعديل قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب الفترة الماضية، وهو قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان الليبي. كل ذلك طبعا حدث في مجلس النواب، وأصدر قراره حول هذا التعديل الدستوري. كذلك قام المجلس الأعلى الاستشاري باحتماد ذلك والموافقة على ذلك، وأصبح الآن يعني تقارب كبير ما بين المجلسين حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يظل أمامنا فقط تعديل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أما باقي العمل في العملية الانتخابية طبعا يتعلق بعمل الحكومة وكذلك المفوضية العليا للانتخابات. طبعا سيد فتحي، هذا يعني تجاوز أغلب النقاط العالقة، لن أقول النقاط الخلافية، ولا لا تزال هذه النقاط هي التي سيعهد إلى اللجنة المشكلة من المجلسين بتداركها فيما يخص إقرار قوانين الانتخابات؟ نعم بالضبط، نحن طبعا أثناء إعداد القاعدة الدستورية فيما مضى، وكانت هناك لجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة، أصبحت هناك قضايا ومشاكل حول الوضعية المتعلقة بمن يعني يتم انتخابه من حيث الجنسية ومن حيث وضع الوظيفي، وهو البعض يعني هناك هم عسكريين، وأصبح هناك جدل وتعطل الأمر. فطبعا يحق لمجلس النواب تعديل الدستور أو الإعلان الدستوري، فذهب إلى ذلك وقام بتعديل الإعلان الدستوري حتى لا تكون هناك مشكلة أو قضية في القاعدة الدستورية. ولكن ما هو مختلف عليه قد يواجههم عند إعداد القوانين الانتخابية أو تعديلها. ولكن هناك اقتراحات كثيرة حول هاتان المشكلتان يقدم فيها مجلس النواب ومجلس الدولة، وهناك حتى بعض السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني. وبالأمس القريب هناك كانت حتى رؤية سياسية لدى الهيئة الوطنية لمشايخ ليبيا. فأعتقد أن الأمور ستحل يعني بعون الله، ولكن تركت القوانين. أما القاعدة الدستورية يعني ثبتت وأصبحت متينة من خلال هذا الإعلان الدستوري. نعم. الذي أصدره مجلس النواب ووافق عليه المجلس الأعلى للدولة. أستاذ أشرف، هذه المرحلة الفارقة، لأن الليبيين عاشوا على مدار هذه السنوات جملة من الفترات الانتقالية المتعاقبة التي كان يتعين البحث في كيفية إنهاء سلسلة الفترات المتعاقبة هذه، كيف يمكن أن يتمم الليبيون هذه المرحلة بالخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا؟ مساء الخير أستاذ أحمد، ومساء الخير ضيفك الكريم. أعتقد أن هذه الخطوة خطوة جيدة تلعب دورا كبيرا في إمكانية أن يكون هناك مضي قدما نحو فتح آفاق جديدة في تسهيل أو تقريب وجهات النظر استعدادا لعام 2023 تجرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. أعتقد أن هذه الخطوة نجحت أو أتت بعد الجهد الذي بذل في القاهرة على مدار عام 2022، اجتماعات مستمرة ماراثونية لكل الفرقاء الليبيين حتى تم التوصل للقاعدة الدستورية التي تم التوقيع عليها في أوائل هذا العام في مجلس البرلمان المصري ومجلس النواب المصري بين كل من السيد خالد المشري والسيد عقيل الصالح. وأعتقد هناك مؤتمر صحفي أعلن فيه عن التوصل إلى القاعدة الدستورية. أعتقد ما حدث في الأسبوع قبل الماضي من إقرار مجلس النواب بالتعديل 13 للإعلان الدستوري، ثم بأمس لأيضا مجلس
الأعلى، أعتقد أن هذه الخطوة سيكون لديها ما بعدها من نجاحات على طريق إمكانية تسوية كثير من بعض القضايا الخلافية، وأيضا يكون هناك تعاون في المرحلة القادمة نتمناه مع المبعوث الدولي عبد الله بسيلي الذي طرح رؤية الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن لكنه قبلت بالرفض الداخلي الليبي عندما طرح تشكيل لجنة إجرائية رفيعة المستوى لتولي إجراء الانتخابات. أعتقد أن مجلس الأعلى وأيضا مجلس النواب رفض هذه الخطوة. تبقى الكرة الآن في ملعب الليبي على الإخوة الليبيين والفرقاء الليبيين أن يسعوا إلى تسوية بعض القضايا الخلافية المتبقية، خاصة أن هناك بالفعل بالأمس واليوم سمعنا أصوات جديدة تخرج من قبل السيد خالد المشري وبعض الأطراف الليبية بضرورة تشكيل حكومة مصغرة على وجه السرعة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات. وأنا مع هذا الطرح لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك حكومتين، حكومة فتحي باشأغا وحكومة عبد الحميد الدبيبة، وبالتالي تصبح السلطة برأسين من يتولى تنظيم الانتخابات. الخطوة الأخرى أيضا وهذا هو التطور الذي لم يكن متوقعا، مطالبة البعض بتشكيل لجنة جديدة أو إعادة تشكيل ما يعرف بلجنة الانتخابات. أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى التعطيل في حد ذاته. نتمنى أن يكون هناك بالفعل تجاوز لكثير من هذه العقبات، خاصة أن هناك درجة كبيرة من الانتظار والتراكم على مدار أكثر من عامين لإجراء الانتخابات، كان مقررا في 24 من ديسمبر من العام الماضي، وأعتقد أن هذا الأمر أثر بالسلب على كثير من بعض الأجواء داخل المجتمع الليبي وحتى على المستوى الدولي، باعتبار أن هناك كثير من الاجتماعات الدولية التي عقدت من أجل توفير مخرجات للأزمة الليبية، برلين 1 برلين 2 في أبو ظبي في القاهرة في فرنسا في إيطاليا في غيرها، أعتقد كل هذه المؤتمرات الدولية وضعت ما يعرف باقتراح لخريطة الطريق أعتقد اعتمادها المجتمع الدولي، لكن تعمى التعثر أو تحطمت على صخرة العناد داخل ليبيا وحتى من قبل الفرقاء الإقليميين والدوليين. نحن الآن أمام هذا الإعلان الدستوري الجديد سواء من مجلس النواب أو من المجلس الأعلى، أرى أنه يمثل اختراق مطلوب وجوهري ويلعب دورا كبيرا في تسديد كثير من العقبات، لكن تبقى الكرة في ملعب الليبي بعد نجاح 5+5 طيلة الأشهر والأسابيع والعام الماضي في اجتماعات ده في البحر الأحمر وأعتقد في داخل تونس وداخل ليبيا أيضا في الآونة الأخيرة في مصر، أعتقد أن هذا الأمر سيكون لديه درجة كبيرة من التوافق نحو توحيد المؤسسة العسكرية. تبقى اللجنة الخاصة بالانتخابات أو مفورية الانتخابات عليها أن تعتمد أو يتم إعادة تشكيلها على وجه السرعة، أن يكون هناك التوافق ما بين الشرق والغرب على اعتماد حكومة جديدة ومصغرة، وحتى يكون هناك بالفعل استعداد لهذه الانتخابات، خاصة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أصدرت من خلال سفارتها في ليبيا مجموعة من البيانات في اليومين الماضيين صممت على إجراء الانتخابات هذا العام. هل ستجرى هذه الانتخابات هذا العام؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الجوهري، والكرة الآن بين الفرقاء الليبيين لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار والتمدد إلى ما لا نهاية انتظارا لموعد قريب الانتخابات، خاصة أن هناك تزيد من العقبات، وأعتقد أن يجب على المجتمع الدولي أن يوفر الحاضنة والسقف للفرقاء الليبيين على وجه السرعة، وأن يكون لدى الجميع في الداخل الليبي أيضا الفرصة والإرادة القوية نحو تسديد العقبات، ثم بعد القضايا المتبقية يتم حلها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، سلطة جديدة ورئيس جديد وبرلمان جديد يساوي بقية القضايا العالقة. طيب أستاذ أشرف، هذه نقطة سيكون أيضا من أهمية بمكان أن تطرح على السيد فتحي المريمي، وهي مرتبطة أيضا سيد فتحي بالحد الأدنى المتوافق عليه بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التعديل 13 هذا، هل كان مرتبط فقط بإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتفويت الفرصة على سحب البساط من تحت أقدام المجلسين بمبادرة عبد الله باتيلي، ولا الأمر كان وليد تفاهمات تم العمل على إنضاجها بالقدر الكافي؟ لا سيدي الكريم، كما قال ضيفك الكريم هذا أتى نتيجة اجتماعات كثيرة يعني حدثت الفترة الماضية في عدة دول وأهمها جمهورية مصر العربية، والأمور تمت يعني برعاية رئاسة الجمهورية والمجلس النواب المصري ووزارة الخارجية، وكان هناك يعني عدة اجتماعات يعني عقدت وانتهت يعني بتفاهمات فعلا، وانتهت ببيان ما بين فخامة الرئيس المستشار عقيلة صالح عيسى والسيد خالد المشري، وتلي ذلك في مجلس النواب المصري وبرعاية مجلس النواب المصري. نتيجة هذه الاجتماعات وصلوا لهذه التفاهمات، وطبعا بشروا حتى الليبيين وبشروا المجتمع الدولي ودول الجوار بأن هناك تفاهمات ستظهر خلال الأيام القريبة القادمة، وفعلا رأينا نحن الإعلان الدستوري 13، واعتقد حتى القوانين بعون الله سيتم الاتفاق والتوافق عليها ونذهب إلى العملية الانتخابية، ولكن دائما تظل أشياء أخرى لا بد منها وهو دعم المفوضية العليا للانتخابات، كذلك ضرورة وضع حد الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون، أيضا لدينا مرتزقة لابد لها وأن تخرج من ليبيا، وأيضا قوات أجنبية لابد وأن تخرج من ليبيا. هذه مسائل تعالى في مسار 5+5 سيد فتحي، مظبوط؟
طبعا هي متعلقة بمسار 5 زائد 5 العسكري، ولكن لابد لها وأن تنجز وأن تنتهي بصراحة، بحيث أن احنا نستطيع أن نقوم بعملية انتخابية صحيحة دون أي تأثيرات ودون أي تخريب ودون أي تدخل حقيقة. لكن يعني التفاهمات التي تمت بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، هل يتعين أن توضع بين يدي المبعوث الأممي، ولا سيتم العمل في هذا المسار وعند انضاج أمر ذا بال يمكن أن يشرك فيه سيد عبد الله بتيلي؟ لا، المبعوثية الأمم المتحدة لابد وأن تكون في الصورة معنا، ولكن يعني كانت تتدخل وتضع في آراء وفي أفكار كانت بعيدة جدا عن التفاهمات التي حصلت ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. فهو لابد للمبعوثية إذا كانت تريد أن تساعد الليبيين تذهب معنا في هذا التفاهم وتساعد الليبيين كيف يتم إخراجه الإخراج الصحيح، بحيث أن نحن نصل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونتائج يقبلها الجميع وتلعب دور في مثل هذه الأمور. يعني حتى الرقابة على الانتخابات نحتاج أحيانا رقابة دورية تأتينا عن طريق مبعوثية الأمم المتحدة. الآن مبعوثية الأمم المتحدة سهل عليها الأمر كثيرا، الآن الأجسام في ليبيا تقاربت وتفاهمت وتوافقت، عليها أن تساعدهم بحيث أنهم يصلوا إلى نتيجة الانتخابات. ولكن كما قلت لك أنا دائما يعني أقول فيها في كل لقاءاتي وفي كل برامجي، لأني أنا عايش الأمر الليبي يعني بي وهو أن وجود الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون راح هذه تقرب بالمشهد الليبي. هل الاتفاقيات هذه كلها إذا لم نأخذ السلاح من هذه الميليشيات أو تسلم نفسها إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكذلك طرد المرتزقة الأجنبية وأيضا القوات الأجنبية، ربما عملية الانتخاب يعني حتى لو تم إتمام التسويات المرتبطة ب التعديلات الدستورية أو بالقوانين المنظمة للانتخابات بالمفوضية مفوضية الانتخابات، لن يكون لذلك مقتضى على الأرض ما لم يتم إنجاز مهام 5 زائد 5 بكل تفاصيلها. بكل تفاصيلها نعم، بحيث أن الليبي يستطيع بدون أي تأثير كان يدلي بصوته في مراكز الاقتراع، أيضا نحافظ على صناديق الاقتراع، نحافظ على العد الذي يأتي بالنتيجة، أيضا النتيجة عندما تعلن لابد نحن نتفق على قبولها. من يأتي به الشعب الليبي على النظبي سواء كان رئيسا أو في مجلس النواب، ولكن عندما تكون لدي ميليشيا مسلحة لا ترضى ستقف في الشارع كما حدث لنا الآن مع حكومة السيد فتحي باشا آغا، لم تستطيع دخول طرابلس بوجود الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون. طيب أستاذ أشرف، يعني مسألة إنجاز المسار الدستوري بالتوازي مع لجنة 5 زائد 5 المسار العسكري كانت من بين المسائل التي تطرح، وكان البعض يقول أن إنجاز أي من هذين المسارين يمكن أن يكون مهما في سبيل النظر لإتمام المسار الآخر. لكن الأستاذ فتحي الآن يطرح مسألة أنه حتى لو أنجز الليبيون المسار الدستوري فدون المسار العسكري في 5 زائد 5 بكل تفاصيلها لن يكون لذلك معنى، كيف يمكن الخروج من هذه المعضلة؟ حتى الآن الأوضاع مطمئنة وإيجابية للغاية، ما قطع في خلال الأسابيع الماضية ونهاية العام الماضي سواء اجتماعات القاهرة بين الفرقاء الليبيين أو حتى داخل الأراضي الليبية مشجع وإيجابي. القاعدة الدستورية واجتماعات 5 زائد 5 لعبت دورا كبيرا في تسجيل كثير من العقبات، وأعتقد أن حتى هذه اللحظة تم السير قدما بنفس المعدلات توفير أجواء الثقة بين الأطراف الليبية بغطاء من الأمم المتحدة والأطراف العربية. أرى أن الأمر مبشر للغاية وأن هناك كثير بعض القارات تحتاج أن يكون هناك بت سريع من قبل مجلس الدولة في المقام الأول. نقطتين الجوهرتين سوف يشكلان ما يعرف به حائط صد أو عقبة هو ما يتعلق بقضية ترشيح العسكريين، وأيضا ما يتعلق بترشيح حامل الجنسية أو مزدوج الجنسية. أعتقد أن هذه فرصة للمجلس الأعلى أن يؤجل البت ويأخذ خطوات إيجابية ويسمح للجميع طالما أنهم ليبيين بالترشح والإقدام في المساهمة في العملية الانتخابية، وأن يكون هناك أيضا إعطاء أو تحديد جدول زمني أو إطار زمني على وجه السرعة من قبل اللجنة العسكرية، ويقدم الأمم المتحدة والفرقاء الليبيين والأطراف الإقليميين والدوليين بوضع جدول لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية وأيضا كل ما يتعلق بالجماعات الإرهابية من داخل الأراضي الليبية، وإعادة دمج من يتم دمجهم من قبل القوات الليبية أو ما يعرف جماعات المرتزقة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا في المرحلة القادمة. إذا تم التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن هذه النقاط الثلاثة، أرى أن اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بعد اجتماعها حتى في إيطاليا مع
قائد القيادة المركزية الأمريكية في الأوكوم في إيطاليا في الأسبوع الماضي من قبل قائد قوات الجنوب أو الغرب وقوات الشرق، وأعتقد أنهم قدموا ضمانات وحصلوا على ضمانات من الجانب الأمريكي، أرى أن الفرصة ستصبح سانحة أمام الجميع في ليبيا لإمكانية التعاطي بإيجابية مع المرحلة القادمة، خاصة أنه إذا حل هذه القضايا الرئيسية من قبل مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الأعلى مع مجلس النواب، أعتقد أنها ستكون قضايا مفصلية وجوهرية، والباقي تفاصيل يمكن حتى تأجيلها بعد الانتخابات في المرحلة القادمة. المهم الآن بعد 12 عاما في ليبيا من إطاحة نظام القذافي أن يكون هناك وضع جديد في ليبيا. ليبيا دولة قوية تحتاج لأن يكون لديها قوة أو رأس سلطة جديد، مجلس نواب ومجلس شورى يلعبان دورا كبيرا في صياغة تشريعات وقوانين جديدة لإعادة اللحاق بما تم تفويته على الليبيين على مدار 11 أو 12 عاما. أرى أن الفرصة يجب أن تكون سانحة، خاصة أن هناك مبعوث دولي جديد وهناك رغبة أمريكية ورغبة عربية في المقام الأول وأيضا رغبة دولية، وكل الفرقاء الدوليين أو الأطراف الدولية الليبية عليه أن تلعب دورا كبيرا في توسيع رقعة أو شقة التعاون مع الأمم المتحدة ومع الأطراف الإقليمية والدول التي مثلت حاضنة كبرى كم جمهورية مصر العربية التي وفرت كثير من الضمانات وأيضا رافعة وغطاء سياسي استطاع الليبيين من خلال أن يجتازوا كثير من العقبات على مدار الثلاث أربعة سنوات الماضية، سواء اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 أو حتى اجتماعات القاعدة الدستورية في مصر في جلسات مطولة وتم التوصل إلى هذه التفاهمات. أرى أنه من خلال ما تم التوصل يجب الحفاظ عليه وأن يتم العض عليه بالنواجذ من قبل الإخوة في ليبيا حتى نستطيع أن نفتح ثغرة في جدار الأزمة مرورا إلى إجراء الانتخابات والرئاسة على أن تكون قبل نهاية هذا العام كما طالب السيد عقيلة صالح في هذا الأمر، وبالتالي كل القضايا لكن في ضوء الخطوات وفي ضوء الاحتياج إلى مزيد من التوافق في نقاط أخرى. أستاذ أشرف، هل يبدو الأمر منطقيا أن تجرى الانتخابات النيابية والرئاسية قبل نهاية هذا العام؟ أعتقد النقاط الخلافية إذا تم حل قضية العسكريين ترشح العسكريين وهذا أمر مسلم به والجميع يقبل به في ليبيا والغالبية العظمى لأنه قيادة ليبية حفظها الأمن واستقرار ليبيا في إشارة المشير خليفة حفتر، وأيضا على الجميع أن يقبل بترشح مزدوج الجنسية. أعتقد هذه قضيتين رئيسيتين إذا تم حلهم واتفق عليهم حتى على الأقل تمريرهم لمرحلة مؤقتة كخمس سنوات وإجراء انتخابات واختيار رئيس جمهورية، بعد ذلك ستكون الفرصة متاحة وسانحة أمام البرلمان الجديد لسن تشريعات جديدة ويلعب دورا كبيرا في فرض كثير من التشريعات التي تتلاقى مع كثير من طموحات الليبيين في المرحلة القادمة، بالإضافة للجنة العسكرية 5+5 بعد تم اتفاق توحيد قوات الجيش والمؤسسة العسكرية في حد ذاته هذا مكسب كبير، يحتاج أن يكون هناك تصميم وإرادة وغطاء دولي وأمريكي في المرحلة القادمة مع الأطراف العربية والدولية، لأنك إذا استطعت أن تحل كل هذه القضية الصلبة فيما يتعلق بأزمات وتحديات الأمشهد الليبي عليك أن تعلم أنك قطعت ما يقارب 80 أو 90% من أزمات ليبيا في المقام الأول، ويبقى الباقي أن يتم حله من خلال التوافق على كثير من جلسات العمل بين الفرقاء قبل الانتخابات وبعد الانتخابات، خاصة أن تشكيل حكومة وحدة مصغرة سيلعب دورا كبيرا أيضا في توفير الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات، الإبقاء على المفوضية الحالية أو تغييرها على وجه السرعة أعتقد أنه سيلعب دورا كبيرا. أنت من الآن حتى نهاية هذا العام أمامك تسعة أشهر كفيلة بضرورة وضع كثير من الآليات الجديدة الفعالة التي تلعب دورا كبيرا في إزالة الحوادث. وهذه النقطة يعني أيضا سأطرحها وهي ستكون النقطة الأخيرة لسيد فتحي المريم. سيد فتحي، مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن قبل نهاية هذا العام في ضوء ما استشعرته من حضرتك من قلق فيما يخص إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية تبدو مقلقة لحضرتك، هل إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام مسألة منطقية وفق الجداول الزمنية المتصورة؟ نعم يا سيد، على المستوى السياسي وعلى المستوى الإجرائي إن شاء الله الأمور يعني تكاد أنها تكون متقاربة كثيرا، وفيه نية وفيه رغبة على أساس أن هذا العام لابد وأن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن لابد لنا وأن نحتار من المؤثرات الأخرى لابد من إنهائها، أو حتى إذا كانت تمت متواجدة لابد من مؤسسات دولية تكون معنا تبطل فعالية هذه المؤثرات من أجل لا تخرب وتبطل العملية الانتخابية في ليبيا، لأن نحن يعني في ظل هذه الظروف الصعبة هذا التقارب يعتبر إنجاز كبير جدا ولم يأتي من فراغ، أتى بعد اجتماعات وبعد تفاهمات وبعد تدخلات من عدة دول أهمها جمهورية مصر العربية وكذلك أمريكا ودول أخرى حقيقة تسعى معنا من أجل إنهاء الأزمة والقضية الليبية، ولا نترك الفرصة لهؤلاء من أجل أن يبطلوا أو يقربوا ما يصل إليه الليبيين من انتخابات رئاسية وبرلمانية، نتمنى أن تكون هذا العام.
شكرا جزيلا لك سيد فتحي المريمي من طبرق عبر زوم مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا كذلك للكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، كنت معنا على الهواء مباشرة من القاهرة.